ومن غزة الدكتور مخمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة، أشكرك دكتور على الحضور معنا. التصعيد هو سيد الموقف الآن أم ربما محاولات التهدئة ستلقى صدى دكتور؟ مساء الخير. أسلم. من الواضح أن التصعيد كما قلت حضرتك هو سيد الموقف الآن، فبعد الاجتماع الذي حصل مساء هذا اليوم، اجتماع الكابينت الإسرائيلي، صدر القرار عن الكابينت بتوسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في عمق قطاع غزة. وحتى هذه اللحظات لازلنا نسمع أصوات الانفجارات في مختلف أماكن قطاع غزة، وخاصة بعد قصف وتدمير مقر قناة الأقصى بالكامل. صحيح أن هناك جهود تبذل من جانب مصر ومن جانب الأمم المتحدة لاحتواء الموقف وإعادة تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن أنا أعتقد بأن المسألة الآن يعني باتت أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة. لا أعتقد أنه من السهل العودة إلى تفاهمات التهدئة السابقة بعد الذي حصل، بعد العملية الفاشلة التي قامت بها قوات الاحتلال أو الوحدة الخاصة الإسرائيلية مساء أمس، وقتلت فيها 7 من الفلسطينيين، وعمليات القصف المنظمة والممنهجة التي تحدث لمختلف مناطق قطاع غزة هذه الليلة. حتى مع الجهود المصرية دكتور، حتى مع الجهود الأممية الفصائل الفلسطينية لا توجد ثمرات، حتى مع الجهود المصرية أو الأممية دكتور مخيمر؟ كما قلت يعني الجهود تبذل حتى هذه اللحظة، حسب معلوماتي أن هناك جهود تبذل من قبل مصر ومن قبل الأمم المتحدة، ولكن لا أعتقد أن هذه الجهود ستنجح في لجم العدوان الإسرائيلي الحاصل الآن على قطاع غزة. بعتقد كما قلت أننا أمام ليلة ساخنة، من المفترض أن تقوم فصائل المقاومة الفلسطينية بالرد على الهجمات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، ويبدو أن هناك جلسة أخرى للكابينت الإسرائيلي صباح يوم غد الثلاثاء لتقييم الوضع و يعني التوصل إلى يعني قرار، إما الاستمرار بهذه العملية العسكرية وتوسعتها، أو التوصل إلى وقف إطلاق نار. ولكن أنا أستبعد أن يحدث وقف إطلاق النار هذه الليلة. بعتقد أننا كما قلت أمام ليلة ساخنة، وعمليات فعل ورد الفعل من جانب إسرائيل وجانب قوى المقاومة هذه. طيب، هذه الرشقات يا دكتور مخيمر من غزة، والتي ربما تتصدى لها جميعا القبة الحديدية، إلى أي درجة هي مؤثرة أو نافعة؟ بعتقد بأنه فصائل المقاومة الفلسطينية استفادت من تجارب الحروب السابقة. من الواضح بأنه فعالية هذه القبة الحديدية ليست 100%. فعلى سبيل المثال اليوم أطلق أكثر من 200 صاروخ حتى بداية ساعات المساء، ولم تستطع القبة الحديدية إلا اعتراض تقريبا 25% من هذه الصواريخ. بعتقد أن المقاومة أصبح لديها معرفة أنه عندما تطلق زخات كبيرة من الصواريخ هذا يشوش على قدرة القبة الحديدية على اعتراض هذه الصواريخ، يكون على القبة أسهل عندما تنطلق الصواريخ منفردة، تستطيع القبة الحديدية اعتراض وإسقاط هذه الصواريخ. ولكن عندما يتم توجيه زخات أو أعداد كبيرة من الصواريخ أو قذائف الهاون، فتصبح القبة الحديدية عديمة الفائدة في هذه الحالة. طيب، إذا ما استبعدنا دكتور مخيمر مسألة وقف إطلاق النار الليلة كما تفضلت بالذكر، وهي ربما ليلة ساخنة، ما الذي يقال هنا لسكان القطاع الغزوية؟ يعني الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو مصاب، يعني صابر مرابط، يفهم بأنه هذا هو قدره أن يكون يعني ضحية هذا العدوان الإسرائيلي وضحية هذه الهجمات الإسرائيلية. بعتقد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعلم أن المقاومة الفلسطينية لم تبدأ هذه الموجة الأخيرة من التصعيد، هو يعلم تماما أن هذه الموجة بدأت من قبل إسرائيل على بعد التفاهمات التي حصلت على مدار الأسبوعين الماضيين من قبل مصر والأمم المتحدة
والتي أدت إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وسمحت إسرائيل بدخول الوقود القطري إلى غزة ودخول الأموال حتى إلى غزة. تفاجأ الجميع بهذه العملية السرية الإسرائيلية بالأمس في قطاع غزة، وبالتالي يعني بصراحة دعني أقول لك أن هناك رضا شعبي عن قيام المقاومة الفلسطينية بالرد على هذه العملية الإسرائيلية، ولكن في نهاية الأمر هذا يعني الموقف الشعبي قد يتغير مع استمرار الهجمات الإسرائيلية واستمرار عمليات القصف التي قد توقع يعني ضرر كبير بالمنشآت المدنية والبنية التحتية وحتى كذلك بأرواح الناس والمواطنين. طيب، اجتماع الكابينة الإسرائيلي دكتور أصدر توجيهات باتساع دائرة التعامل مع غزة وربما القصف الدائم والمستمر، هل من توقعات للصق في هذا التصعيد؟ يعني كما قلت حضرتك يعني تعليمات الكابينة الإسرائيلي واضحة، القرار واضح وهو بالاستمرار بعمليات القصف وتوسيع عمليات القصف، وبعتقد بأنه إسرائيل تدرك أنه عندما تقوم بقصف مباني مدنية واستهداف منشآت مدنية هي تعلم تماما بأن فصائل المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي، وقد حذرت فصائل المقاومة حسب ما علمت وأنها أوصلت رسالة إلى ميلاد نوب المبعوث الأممي للأمم المتحدة أنه في حال استمر العدوان الإسرائيلي سوف تقوم فصائل المقاومة بتوسيع دائرة العدوان والخروج يعني عن قواعد اللعبة الحالية وهو قصف ما يسمى بغلاف غزة أو المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة. بعتقد أنه قد نشهد هذه الليلة توسيع دائرة. هي الأخبار تتواتر أمامي دكتور مخيمر عن أن الكابينت الإسرائيلي منح الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي للرد على هذه الرشاقات الصاروخية الفلسطينية التي تأتيهم من غزة. كما قلت لك من الواضح أننا أمام ليلة ساخنة وقد يعني نشهد عدوان إسرائيلي كبير على قطاع غزة هذه الليلة، ولكن في نفس الوقت قد نشهد كذلك توسيع دائرة القصف من جانب المقاومة الفلسطينية. قد تصل الصواريخ إلى مدينة أسدود ومدينة أشكلون ومدينة بئر السبع في توسيع لدائرة القصف من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية. بعتقد بأن هذا أمر وارد جدا، وبعتقد أنه يعني يمكن أن نحكم أكثر على الأوضاع مع غدا، يعني مع صبيحة يوم الغد يمكن أن يكون لدينا تقديرات أوضح عن إمكانية واحتواء هذا التصعيد أو الاستمرار فيه. ربما أعود إليك مرة جديدة دكتور مخيمر أبو سعد أستاذ العلوم السياسية جامعة الأزهر من غزة، أشكرك دكتور على ما تفضلت به.